بونجور هنبتدي دلوقتي في انيتي دو بالنسبة لترازيام بريمير اللي هي الجيومتري عارفة ان في ناس طلبوا انيتي ان بس هحاول انزل لدي ودي آه بالنسبة لأول لساعة عندنا في الجيومتري اسمه البريمتر والبريمتر يعني المحيط والبريمتر يعني انا بلف حوالين الفيجور اللي عندي واشوف الكاتهات كلها بكام يعني مثلا لما يجي لي فيجور في, في الشبكه دي في البلان ده اللي هو الكارو بعد ازاي البريمتر بتاعه باجي على كوتي كوتي ده كوتي اهو فانا عايز اعرف ده قد ايه مش هقيسه بالمسطره او بالراجل امال هعمل ايه ده مدام في كارو فبيتعدي كده دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 فده كده هقول عليه 20 يونيتي او 20 سنتيمتر مش هتفرق لان احنا لسه صغيرين في بريمير لما نكبر شويه هتفرق كويس قوي طيب ده كمان هلف حوالين الشكل بس ممكن الف بطريقه مختلفه بدل ما اعد كده ممكن امشيها انه دي كده خطوه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يبقى ده كده 14 سنتيمتر او 14 ايه انيتي نكمل هنا كمان بنفس الطريقه ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 يبقى دي 18 ايه سنتيمتر المفروض ان انا الف كده واعلم سواء بالعلامات دي او بدي عشان ما تلخبطش وعشان البنت او الولد وهو بيعد ما يتوهش في النص وينسى حاجه طيب ده بيجي في الاكزاما اه بس مش كتير قوي امال ايه اللي يجي كتير ان هو يحط لي الفيجور كده ويقول لي كالكول لو بيريمتر دو شاك فيجور. الفيجور دي ده شكل تريانجل لازم نبقى عارفين اسماء الفيجور كويس عشان ما نتلخبطش والتريانجل اللي هو المثلث عشان لو اب او ام بيتابع معايا ال بتاع الفيجر ده احنا اتفقنا هنا ان نحنا باللفه حولين شكل فهنا هنعمل نفس الحكاية ادي كوتى بتوا و ادي كوتى تاني بسيس و ادي كوتى تالت ب4 يبقى انا هعمل توا 6 plus 4 و هحسبهم بعض 4 3 plus 6 أبريل 6 احلى 6 7 8 9 و بعدين احلى 9 10 11 12 13 يبقى ده 13 سنتيمتر داكن تايب لو جينا للفيجير دي وعايزين نحسب البريمتر بتاع نفس الحكايه هبتدي الف حواليها ابتدي من هنا مثلا فأحط علامه عشان اعرف انا فين عشان ما توهش يبقى 2 2 2 3 3 2 و 4 و 2 6 و 3 9 و 3 تاني يبقى 12 سم دكاك يبقى انا كده جبت البريمتر بتاع الفيجور اي فيجور بجيب البريمتر بتاعها بلف حواليها واجمع الكوتيهات. ده مفهوم البريمتر طيب هنا اهو عشان اجيب فيجور زي دي فانا هعمل نفس الحكايه 2 4 2 4 2 4 6 2 8 4 تبقى 12 سنتيمتر. تالي ما فيش اسهل من كده ان انا الف يا دوبك هعمل بلس بلس على ايدينا وتاليين احنا ايدينا بقى خلاص البلس بقت سهله لان يعني احنا كبرنا على الحاجات دي احنا اكبر من كده طيب لو انا هاجي اتكلم بقى على الاشكال اللي عندي ده شكل ايه ريكتانجل ده شكل ايه ريكتانجل والريكتانجل عنده حاجتين مهمين قوي لازم اكون عارفاهم عنده ده لونجير الطويل اسمه لونجير لو عايزه اكمل الكلمه هتبقى كده بس هي ملهاش لازمه في المات تكمل هي لغايه الجي كفايه والقصير ده اسمه لارجر برده ملهاش لازمه الكمالات يعني. يبقى ده لونجور وده لارجور ، طيب أنا لما آجي أجيب البريمتر دي ريكتانجل اللي هو المحيط بتاع الريكتانجل بيبقى إيجال لونجور بلس لارجور جوه بارونتيز وبعدين أعمل فوا دو. أو ممكن أحط الفوا دو قدام بس لازم اللونجور بلس اللارجور جوه بارونتيز ، ليه رخامة؟ لأ مش رخامة عشان أنا لازم أعمل الاتنين بلس بعد الأول وبعد ما أجيب الريبونس بتاعتهم أعملهم فوا دو. زي هنا أنا عندي لونجور و لارجور هو بيقول لي ان لونجور 5 واللارجور 2 فانا عشان اجيب البريمتر هنا هكتب الوا بتاعي نكتبها تاني بريمتر ايجال لونجور ممكن اكتفي بانها ال ماجيسكول بلس اللارجور وكل ده فوا 2 اللونجور ب 5 واللارجور ب 2 يبقى 5 بلس 2 فوا 2 ممكن حد يقول ايه لا ما نعمل 2 فا 2 ب وبعدين بزود عليهم 5 لا لازم احسب اللي جوه البارنتازي الاول 5 بلس 2 7 وبعدين اعمل 7 فا 2 ايجال 14 14 سنتيمتر يبقى كده ايه ال 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 البريمتر بتاع الريكتانجل 14 سنتيمتر تروف البريمتر ده الريكتانجل هناخد شوية برابمات على الريكتانجل بقى بيريمتر دين ريكتانجل دون لانجر 5 واللاجر 3 أو يقول الدمشان بتاعته 6 و 4 الدمشان يعني لانجر واللاجر برضه. فإحنا هنيجي في أول واحدة ونقول بيريمتر إيجال P إيجال لانجر بلوس لاجر في بارنتيز وبعدين فوا 2 لازم كل مرة يجي لي البروبيم أكتب اللوى اللوى دا اللي هو القانون ليه لازم أكتبو لأنه علي نقط من ضمن الاتاب بتاعتي ولو ما تعودتش من دلوقتي من تروزيان بريمير اني اكتب الوا عمري ما هتعود هفضل طول عمري ما بكتبهاش يبقى بريمتر ايجال لونجور ب 5 لارجور ب 3 يبقى 5 3 فوا 2 يعني 8 فوا 2 ايجال 16 سنتيمتر دكار طيب هنا لو الديمونسيون بتوعي 6 و 4 يبقى عشان اجيب البريمتر لونجور بلس لارجور فوا 2 اللونجر ب 6 واللارجر ب 4 يبقى 6 4 فوا 2 6 4 10 فوا 2 تبقى ايجال 20 سنتيمتر يا ريت نحاول نمشي معايا ونحاول نحل ونحاول نخبي البروبلم يعني الورقه هيبقى موجود تطبعوه او تنقلوه وتبتدوا تشتغلوا فيه معايا وانا شغاله في الفيديو هسيب سي ودي دفوار لانهم زي او بي بالظبط وانا هنزل اجاباتهم في الكومنتات دكار نبتدي كمان في فيجور تانية في فيجور تانية غير الريكتانجل مهمة جدا خدناها قبل كده اسمها الكاري اسمها ايه الكاري ماله الكاري ده الكاري ده الريكتانجل كان عنده خط طويل وخط قصير اللي هما اللانجر والارجع اما الكاري فده بيكون عنده كل الكوتيهات قد بعض وهنا بيقول تروف لو بيريمتر دن كاري دون لو كوتي 5 سنتيمتر يعني لو هنا 5 هتبقى هنا 5 هنا 5 وهنا سينك هو عايز البريمتر دو كاري احنا المفروض بنعمل ايه بنجمع الكوتيهات ففي الريكتانجل احنا بنجمع اللونجر واللارجر واللونجر واللارجر تاني عشان كده عملناهم فوا لكن هنا هنجمع الكوتيه ده اربع مرات يعني 5 بلس 5 بلس واحنا اتعلمنا انه لما يبقى نفس الرقم اربع مرات اعمل الرقم فوا العدد اللي هو عددهم كم مره كتر يبقى هنا البريمتر ايجال كوتيه فوا

وعرفنا القانون بتاعه لانجر بلوس لارجر فوا دو والكاري وعرفنا القانون بتاعه كوتي فوا كاتر دكار طيب جايبلي شوية فيجورات بقى مختلفة وعايز البريمتر دو شاك فيجور هعمل شوية هنقي شوية وهسيب شوية دفور الحاجات يعني اللي هتتكرر هسيبها لكم ده عشان اجيب البريمتر بتاعه هلف حواليه ادي تروا وادي تروا وادي تروا التلاته زي بعض فقدامي حل من اتنين يا اما اقول 3 بلوس تروا يا اما اطلع ذكيه وناصحه وذكي وناصح واعرف ان التلات كنت زي بعض يبقى اعمل 3 فوا تروا التروا تلات مرات تبقى ايجال نف سنتيمتر دكار طيب هنا اهو عشان اجيب البريمتر هعمل ده بلوس ده بلوس ده 5 plus 3 plus 4 5 بلوس 4 تطلع ايجال 12 سنتيمتر هسيب سي ودي دول دوار عشان دول شبه اللي عملناهم قبل كده نيجي النيميرو او نميرو ايه ايه الشكل الغريب ده مش مهم اي شكل انا هلف حواليه فهاخد كل الكوتات بتاعته هبتدي من هنا مثلا يبقى دو بلس دو بلس 3 بلس 5 بلس 4 وبعد ما اكتبهم اتاكد ادي كوتي اتنين تلاته اربعه خمسه ان دو تروا كاتر سانك ان دو تروا كاتر سانك عشان منساش حاجه دو 2 دو كاتر كاتر 7 تروا ست ست بلس 12 دوز ودوز كاتر تبقى ساز يبقى ساز ايه سنتيمتر وابتدي اعد على ايديا يعني انا عندي دو وازود عليها دو يبقى تروا كاتر ازود عليها تروا تاني يبقى 5 سيس ست وهكذا بقى لغاية ايه ما نتعلم نعمل فلوس بسرعة جدا هنا اهو هبتدي برضو بأي واحدة كده ايه ده دول كلهم شكل واحد كلهم نفس الرقم تروا 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 هما كم واحد ان دو تروا كاتر 5 سيس يبقوا دول سيس كوتي يبقى ممكن اعمل بكل بساطة تروا فوا سيس طب لو حد مش عارف وعملهم بلوس صح برضو يبقى تروا فوا سيس ايجال دي زويت متر دكار؟ طيب نكمل ده كتر 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 يبقى ده شكل ايه مدام كلهم زي بعض شكل كاري ومادام ده كاري يبقى البريمتر بتاعه كوتي فوا كتر يعني كتر فوا كتر يعني تبقى ايجال ساز سنتيمتر ريكتانجل القانون بتاعه ايه لانجور بلوس لارجور فوا دو اللانجور بسنك واللارجور بتروا مدام دول زي بعض ودول زي بعض يبقى ده ريكتانجل يبقى 5 plus 3 في بارانتيز وبعدين فوا 2 يعني 8 فوا 2 تبقى 16 سنتيمتر numéro إيه الشكل الغريب العجيب ده بقى ده بقى لازم نفكر شوية مع بعضينا دي ب2 دي ب2 دي مش عارف ودي ب2 ودي ب5 ودي مش عارف هفكر ازاي وخليكم معايا هقول دي بدو يبقى اكيد اللي في وشها تحت هنا الحته دي بدو زيها لغايه هنا صح يبقى باقي السنك كام مش دي كلها سنك دي يبقى اللي هنا كام ب3 يبقى دي زي اللي في وشها هنا ب3 يبقى انا جبت كده من اللي ما كنتش عارفاهم دي دو يبقى الجزء اللي في وشها الناحيه دي لحد هنا بدو ودي بدو يبقى دي كمان بدو يبقى دي كلها ب 4 سنتيمتر يبقى انا كده جبت كل الكوتات عرفتوا بجيبها ازاي بشوف مين قصاد مين وعملهم مع بعض ابتدي بقى من الدو مثلا يبقى اه بلس 4 بلس 5 بلس 2 بلس 3 بلس 2 ده بلس ده بلس ده كله ما بقى اللي انا قسمته بلس ده بلس ده بلس ده امشي عليهم كلهم دو و 4 6 6 و 5 11 11 و 2 13 3 و 3 و 6 و 2 18 كار فهمتوا انا عملت ايه اللي جنبها شبهها هنا اهو عندي دي بقى وعندي دي مش عارفاها ودي بقى ودي بترو ودي بقى ودي بقى ودي مش عارفاها ودي مش عارفاها عندي دي بقى ودي قدامها يبقى دي كمان بقى زيها عندي دي بترو ودي قدامها يبقى دي كمان بترو زيها بعدين عندي دي بقى دي قدام مين قدام الحته دي كده من هنا لهنا كده صح يبقى دي بقى ودي قدام دي يبقى دي بقى ودي قدام دي يبقى دي بقى يبقى دي كلها بكام ب 3 سنتيمتر يبقى ابتدي اخد 3 بلس 1 بلس 1 بلس 3 بلس 1 بلس 3 بلس 1 بلس 1, plus 1. يبقى انا عملت ايه لفيت حوالين داير دي بلس دي بلس دي بلس دي بلس دي, بلس دي, بلس دي, بلس دي. طيب نجمعهم بقى 3 بلس 1 4 بلس 1 5 بلس 3 8 9 و 3 12 آه 13 14 يبقى ايجال 14 سنتيمتر دكار نكمل كمبلت لو بريمتر دو كاري دو كوتي 5 سنتيمتر لو انا عندي كاري الكوتي بتاعه 5 هو البريمتر دو كاري بيساوي ايه كوتي فوا 4, au côté de 5, 5 fois 4, Yani égale 20 cm. Le périmètre du carré de côté 1 cm. Côté 1 cm Le périmètre de côté fois 4, Yani 1 fois 4, cest égale 4 cm. Périmètre du rectangle. et à dire carré, Il rectangle. que le canon du rectangle a longueur plus largeur فوا 2 لازم احفظهم زي اسمي كوتي فوا 4 ولنجر بلوس لرجر فوا 2 هو قال دو دي ديمانشيون ما قالش لنجر ولرجر عادي ما هما هم الديمانشيون اللي هي مقاسات الركتانجل هما لنجر ولرجر يعني 8 وي 4 يبقى هنا هقول 8 بلوس 4 فوا 2 يعني 12 فوا 2 ايقال 24 سنتيمتر دكول؟ Le périmètre d'un rectangle de dimension 16 et 10. 10 à longueur plus largeur fois 2. Yanni 16 plus 10. Parenthèse, ou bah, fois 2. 16 plus 10, t'es 26. T'as 26 fois 2, zéi. 26 fois 2. 2 fois 6, 12. 12. 2. 2, je retiens, 1. 2 fois 2 4 ou 1 5 تبقى ايجال 52 سنتيمتر دكار كده هسيب نميره ايه دوار عشان احنا عملنا زيها كتير في عندنا في باش 39 انا برضو ممكن سكرين شوت من الكتاب عشان لو الكتاب محلول في عندكم في باش 39 عايزاكو تعملولي من نميره 6 لنميره 11 دوار وهحط الاجابات في الكومنتات وانا هعمل معاكم في باش 40 نيميرو 12 بيقول ايه في نميرو دوز بي سي دي او اي كاري فين الشكل ده بي سي دي او ادي بي سي دي او يبقى ده ده الكاري اللي هو بيتكلم عليه ا بي ايجال 3 ا البي دي بتروا دي مش في الكاري دي بره الكاري ا او ايجال 5 ودي ايجال 5 اي سي دي ايجال 4 سي دي ب 4 هو مش قال ان ده كاري ماله الكاري كنت هاتوا كلها قد بعض العلامة دي لما بحط حاجة حي... شكل على الكوتي بيبقوا زي بعض دي كاتر يبقى أكيد دي كمان كاتر يبقى أكيد دي كمان كاتر ودي كمان كاتر عايز البريمتر دو كاري بي سي دي او البريمتر بتاع الكاري ده هو البريمتر دو كاري بيساوي ايه كوتي فوا كاتر والكوتي بكام بكاتر يبقى كاتر فوا كاتر إيجال ساز سنتيمتر دكار؟ طيب عايز البريمتر دي تريانجل A B E البريمتر بتاع تريانجل ده يبقى هجمع كتهات التريانجل مدام ما عنديش ليه قانون انا ما قانون غير للكاري والريكتانجل يبقى 3 plus 4 plus 5 يبقى 3 plus 4 plus 5 3 plus 4 7 plus 5 12 سنتيمتر كالكول لو بيريمتر دو لا figure أ, ا عايز البريمتر بقى بتاع الفيجور أ, ا خلي بالكو ما ينفعش اعمل ده بلوس ده ليه اولا انا لما جبت الكاري عملت ده بلس ده بلوس ده بلس ده ولما جبت التريانجل عملت ده بلوس ده بلس ده, ده. ده, ده, ده فده اتعمل مرتين جواه تاني حاجة أنا البريمتر معناها مجموع أو السم دي كوتيه من بره يعني أنا هلف حوالين الشكل من بره هاخد ده وده 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 دي مش هاخدها خالص عشان دي من جوه فالبريمتر هو المحيط هو ال... ان انا الف حوالين الفيجور من بره فيبقى البريمتر بتاعي دلوقتي 3 plus 4 plus 4 plus 4 plus 5 ده البريمتر الجديد بتاعي 3 و 4 7 7 و 4 11 11 و 4 15 و 5 يبقى 20 سنتيمتر اتمنى نكون فهمنا البروبلم دي لانها فيها فكره شويه اتمنى الدنيا تكون واضحه حاولوا تقولوا لي رايكم في الـ في الكومنتات لو في حاجه واقعه يا ريت تقولوها لي والديفوار هنزل اجاباته وان شاء الله هشتغل في يونيتي ان مع دي همشي الاثنين مع بعض او على الاقل هبتدي بالديفيزيون والكارو عشان ناس كتير طلبتها مني اتمنى تكونوا فهمتوا باي باي